لو احنا حبينا ناخد مثال على الناكوست سامبلينج، لو انا عندي سيجنال بالشكل ده كده 2 كوزاين توايس باي تي بلس باي اوفر باي اوفر 4، كويس. طبعا الكوزاين اللي بالشكل ده هي كفريكوانسي سبيكترم هنلاقي ان هي لما بنبص على الفريكوانسي بتاعها، الفريكوانسي بتاعتنا اللي هي اوميجا هنلاقيها بتساوي توايس باي، او الاف بتاعتنا اللي هي بالهرتز بتبقى بتساوي 1 هرتز، كويس. وفي شيفت، فنلاقي ان احنا بيسكلي بيوند ال 1 هرتز دي احنا ما عندناش مشكله، بيوند ال 1 هرتز ما فيش حاجه اصلا يعني، اوكي. والكوزاين زي ما احنا فاكرين كان بيبقى عند الناقص 1 وزائد 1، او عند الماينس توايس باي وبلس توايس باي في الايه، في الاوميجا الكبيره اللي هي بنتكلم على راديان بير سكند. فهي ديفينتلي سيجنال دي باند ليميتد، لان احنا نقدر نقول ان احنا عند مثلا السيجنال بتاعتنا اللي هي 1 بعديها، او السيجنال بتاعتنا اللي هي توايس باي بعديها السبيكترم بتاعنا بيساوي صفر. لو احنا خدنا بقى كذا مثال تي اس بتساوي 0.4.5 1 سامبل بير سكند، اوكي، از سامبلينج بيريودز، اوكي. احنا شايفين الفريكوانسي بتاعتنا هنا كام، زي ما احنا قلنا الاف نفسها اللي هي الفريكوانسي نفسها هي توايس باي في راديان بير سكند، اللي هي بيسك لو حولناها هرتز هنلاقيها عباره عن 1 هرتز، اوكي. ف 1 هرتز هنلاقي ان احنا بيسكلي يعني لو احنا شفنا الماكسيمم فريكوانسي 1 هرتز، يبقى معنى كده احنا لو عايزين ناخد توايس الماكسيمم المفروض انها تبقى 2، اوكي، 2 سامبلز بير سكند. 2 سامبلز بير سكند يبقى معنى كده التي اس بتاعتي بتساوي 0.5 عشان يبقى فيه 2 سامبلز كل ثانيه. ال 0.4 ديفينتلي اقل من دي، والواحد ديفينتلي اكبر من دي. فخلينا نشوف الشكل بتاعها عامل ازاي. لو احنا عملناها كده يعني لو احنا بصينا عليها، دي اول حاجه هو مجرد 0.2 في الاكزامبل ده. 0.2 معناه ان انا باخد 5 سامبلز 0.2 ان، يعني بتكلم على انها يعني باخد كل يعني كل واحده من الاوقات اللي موجوده عندنا او السيجنال بتاعتي باخدها في كل ثانيه باخد حوالي 5 سامبلز، اوكي. فمعنى كده انا بتكلم على البيريود بتاعتي هنا اللي هي كانت اصلا بتساوي 1 بيبقى فيها 5 سامبلز، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5 وهكذا. كل بيريود للكوزاين سيجنال دي باخد 5 سامبلز. طبعا الشكل ده كده لو انا بقى عندي النقط دي بس لوحديها من غير بقى الشكل اللي تحت ده، انا ممكن من استنتج على طول ان في شكل كوزاين موجود. طب لما باخد الكلام ده اقلله شويه، بقى اقلل الكلام ده اخليه 0.4 معناه ان انا باخد 2.5 سامبلز بير سكند، يعني مره الاقي 1 2 ومره الاقي 1 2 3، يعني هتلاقي ان الافريج بتاعنا 2.5 سامبلز بير ايه، بير سكند او بير بيريد، عشان البيريد هنا بتساوي 1. فلاقي ان احنا الشكل يعني الى حد ما بريزيرفد، بس ايه، ابتدى يبقى الحقيقه برضو ما هواش اكوريت زي ما كان في الايه، في ال 0.2. لو انا خدت بقى الشكل اللي هو 0.5 ده المينيمم بقى، ده المينيمم بتاع ده النايكوست. النايكوست هتلاقي لو احنا خدنا سامبل هنا هناخد يعني بالظبط كده، هناخد 2 سامبلز بير بيريد. ال 2 سامبلز دول اوكي يعني بالظبط كده بيعملوا لنا شكل فعلا حاجه شكلها كوزاين، بس دي اقل حاجه. لو احنا قللنا عن كده بقى، لو احنا رحنا مثلا لواحد زي هنا، لو انا خدت السامبلنج بيريد بتاعتي واحد، هلاقي ان انا باخد سامبل هنا وسامبل هنا وسامبل هنا وسامبل هنا. عشان اتخيل اذا كان الكلام ده بيعبر عن السيجنال بتاعتنا ولا لا، تخيل احنا عندنا الحاجات اللي لونها ازرق دي اللي هي سامبلز اللي لونها ازرق دي، ومنها بحاول، ما عنديش انا بقى طبعا الشكل اللي ورا ده، ما عنديش الشكل اللي هو المعمول بالداش لاينز ده، انا عايز اتخيل من السامبلز دي، عايز اتخيل شكل السيجنال عامل ازاي. طبعا شكل السيجنال من السامبلز دي يعني بيبقى شكله بالنسبه لي اكنها كونستنت سيجنال، اوكي. فمعنى كده بعيد خالص عن الشكل الاصلي بتاع السيجنال بتاعتي، فبالتاكيد الشكل ده كده ما بيدينيش، او سامبلنج اللي هو بيلو نايكوست سامبلنج ده ما ينفعنيش خالص. بقيه الحاجات التانيه بتدينا فعلا ايحاء ان في عندنا بيريودك سيجنال موجوده ونقدر نحسب منها البيريود وكل حاجه، بتبقى طبعا احسن بكتير قوي من الوضع اللي هو ايه، الوضع اللي احنا شفناه في الحاجات اللي فيها اندر سامبلنج.